فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء في كل وقت بقول اللهم آت نبينا محمد الوسيلة للحصول على شفاعته عليه الصلاة والسلام؟ ما ورد هذا إلا بعد الأذان، فيخصص بما بعد الأذان. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.